نيتي للحال هذه دوري 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 قالوا الدنيا لماذا تطير الغيوم والطيور سؤالا يراودني جايز معكم من شوف فيديو جمعت فيديو جديد ورياكشن جديد طبيعة الحال خطيرة جدا جدا بطبيعة الحال اليوم عاوتاني جمعت لكم بزاف ديال الفيديوهات اللي صيفطتهم نتوما واللي خطيرين جدا جدا واللي غنديروا لهم رياكسيون وغنخلقوها وغنضحكوا كيف ديما وما تنساوش تدخلوا انستغرام طبيعة الحال تما كنكون ديما وكنلوح ستوريات وكنكون اكتيف بزاف دوروا معايا شنو كيبيع له؟ الله يعاون السي الله يربح الله يربح الله يسخيك اش بعتي ليه؟ زيرو ناري واش هادي هي الجزاء ديال اللي ما كيدخلش السوق راسه وانت يقرب ولا عليك ما تنكريش يجي الموحل تنسبي انت ولا بلا نشوف هاد الجيب هنا نشوف هاد البلاصه نشوف هنا وحزاق عنده المضاق وحزاق عنده المضاق ناري الناس دو مراكش بحق الله عندكم واحد اللهجه كتعجبني انا صراحه وباش ربني كيقلب له في عينو كيقول له شوف هاد البلاصه شنو فيها ما تنكريش يجي الموحل يكون كاع سبيع تا ولا بلا نشوف هاد الجيب هنا نشوف هاد البلاصه نشوف هنا وحزاق عنده وحزاق ناري الاربع قلت غادي انا امي وخاي واختي وقال لي واحد ولد الكبه قال لي انا واحد ولد الكبه انا امي خطبه قال لي انا امي خطبه قال لي انا امي خطبه قال لي انا امي خطبه شو كيدير؟ كنت نطق عليه بونقشة وتنهرب بونقشة؟ لو تنبغيت يهرب كان غادي يجبدو مصارنا بونقشة بونقشة هو واحد الموز صغير اللي الناس اللي ما كيعرفوش ليه جديد الفاسة دابا الدري هذا اللي صغير باينة 100% شاف شي واحد كبير كيدير بحال هكذا وراه كيقلدو وهذا الشيء باش خايب انك تدابز حدا شي دري صغير ولا يقدر يتعلم منك بسم الله لا لا اله الا الله جن كيضرب الدور صح لا من الشيطان الرجيم اعوذ بالله اعوذ بالله يا جماعه لا نص ساعه يا جماعه متحرك نص ساعه هو كيتريني بعد ما يتمرن ما كيعياش لا اله الا الله لا اله الا الله ناري نص ساعه والجن كيتريني بعد ما يتمرن انت شوف فين كتعلى هذيك الحديده الفوقانيه ترى هاد الجن هذا يديه فيهم 3 متر ولا ما عرفتش خيس نوريك الحاجه وما تضحكش ياك شحال من كاش هذه وحده جوج جوج كاش ندير لهم باش ما يهربوش طفاك عقدهم بخيط بان ليك شتي بان لي يا خويا شو هادي باش تربطو الخيط ديال اليو اس بي وحق الرب هادي ما يديرها شي واحد اليابان نحن قادمون والله الا هاد الفكره زوينه صراحه انا كنعاني من هاد الوان هذا كتلقى دير جوج كواش كتلقى جوج مانطاس مانطا الفوقانيه كتلقى كزهراب كتفيق الصباح كتلقى مغطيها بمانطا وحده جربوها اخو جربوها وما خوتي غادي نحاول ناخذ فلوس لما الطاكسي بلا ما يعيق ليا وغردو مني في الاخر اخ اخويا بيلي ما يعيق بيه فيديو اخويا قسما لك بالله تا فيديو استوبي يا ودي عمي كان فيديو استوبي والله تا غادي نديك يديك هنا وعدتيني اخويا ما تزيرش عليا والله اخويا تا وعدتيني والله تا فيديو قسما لك بالله لا حول ولا قوة الا بالله حنا قربنا ود عمي لك انا فيديو حنا غادي والله اخويا تا فيديو قسما لك بالله ضرب بين الكوميسارية ضرب بين الكوميسارية خويا قسما بالله تا فيديو الحبيب والله غرو نديك ود عمي الله يحفظك اخويا الله يرحم لك الوالدين. خونا ولا كيرغب. ناري عرفتي شكالي على يدو غادي يفرق على يدو خونا موالف بالزيت البلديه والخبز ديال الشعير وكذا خونا الاخر مكلم من ولد الطاكوس تياكل الطاكوس كان عندي فرق على الكيد كان الطاكوس كان الخايبه هي كنت تحتي مع شي موسطاش محفحف كنت دور بيك الفولا وداك للكوميساريه تما عادي يوريوك الفيديو يسقوك شي لعيبه ديال الارهاب ولا ما سبع سنين وست شهور دابا عاد عام شي كامل شعجوان طول من كامل تهلا غفطامير ما تبقاش هاتال كل عام شي ناري عندي فريستايل واعر هذا واو هاي اللي فور فور دي عايزة كلام سبع سنين وست شهور دابا عاد عام الله عمير شي كامل شعجوان طول من كامل تهلا غفطامير ما تبقاش هاتال كل عام نيجو واو 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 ياه زيد تلقى تلقى لي شي لعيبة جديدة كيجعل الجوان هذا باش كيخدم داكشي داكشي كيخدمها بالجوان طريفة مبقاش تحس الكابة وليت تحس الالاس باش عطاوك شي اس ثلاث اس ثلاث شافو اس ام
قريت البنادم شنو فراسو قريت شي في سي اف معش مالي بعد اس و اف قولي اف تكس تكس برو ما لايف از شو متقاش مني تشو بتشوفهم زراقي تشو سيليكسيوني تشو تشو ميمي تشو قريتو طاق وخدريني تشو صافي ساليتو دولي كاليتو جام قاديتو راني اللي قريب ليك واخا يجيبليك خونا خطر خونا ما كيتقاداش خونا بيت في الشارج خونا ولكن راه علامه عرفتي شنو دير لايف وسقاس فري ستايلي وكترتاجل وداكشي راه خصك تكون رابور اشيري كنمشي للزروه اه واحد الزرده تاع المجموعه هكذا وفي واحد المونغوليا حطوا التوصيل اللحم كلشي عند المونغوليا فيديو تقول بون قال له تامن بالله و الام بالله قالوا راه ربي منين يبغي يديك الدنيا ديرها بحال هكا قالوا داك داسيا غادي تقلبها في شي قنصه صافي تبع الصخور تورتا البارود حبيبا فين الرصقه ما فهموا والو ما فهموا والو خونا كيصوق جوان اه جوان كما هي مزيانه هذه يا حبيبي شي بس ما وقع خوتي بعد ولا داكشي يقول لك كاين شي شجع على هادشي خوتي ترينيو وخطاو راسكم مع هادشي راه ما خدامش السلام عليكم كم السهله تحيه ل تحيه المرضيه قدمت لكشي واحد التحيه عيد ميلاد سعيد جوادي فيرسي جوادي فيرسي جوادي فيرسي المرضيه عزيزه علينا وغاليه و ورحمدا الجراري والتصل بيا وقال لي ديري لها واحد ديكاسيو احنا درناها خدمه ديكاسيو ودي ديكاس دي ديك سعيد جوادي فيرسي جوادي فيرسي جوادي فيرسي اسكتي على راسك يا اختي اسكتي على راسك شي ولا ديري فيه واحد الخير انا صراحه راه ما تبقاش تراسي وحجبانكم بهذه الطريقه راه ما الا كديروهم زعما باش تعجبونا راه حنا ما كيعجبوناش هذا الشيء شنو هو هذيك الحج فهمت المستاش المستاش ونعيش غاية هذا العار ما شطحش هذا العار العار الواي واي ويلي ويلي لا حول ولا قوة الا شخونا سير البراوش اختي بقات في النايك سير حيدا بيك 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 راه كيدير درهم كما كتشوفوا راني دويت مع الفنان ديالنا تيمور الاسطوره الفنان ديالنا شحال تيمور الاسطوره يخدم ليا ان شاء الله في العرس ديالي وانتم كما كتشوفوا تبارك الله عليه متواضع بزاف كيجاوب المهم دويت معاك اللي راه بغيت تخدم ليا في عرسي قال لي مرحبا بك الشرف ليا زعما فنان خالق ومؤدب المهم سولني على الوقت وفين فين كاين العرس وداك كيتفاهم مع شي فنان زعما ولا داكشي قلت ليه فين كاين القاعه والوقت وداكشي قال لي الثمن قلت ليه الثمن قال لي من 4000 درهم حتى 5000 درهم من 4000 حتى 5000 زعما تبان مزيان وقلت ليه سمعني صوتك صيفط ليه دار لي اوديو موسيقي تبارك الله عليه زعما صوت رائع رائع بزاف انتم نطلقوا ما عرفوش تسمعوا ولا لا هاني الثقة في النفس بزاف وتكون ما عندك حاجة راه خايبة صاحبي
شنو غايدير؟ حلو الرايبي واتفاك دار البرانك. لا لا والله ضربتيه ما راجل وحق الله ضربتيه انا عارفك ما راجل شوف شوف والله الا خول بوحق الله والله ضربوا ما راجل. حتى انا كون وصلنا لخر ديال الفيديو اخوت شفنا واحد لايك الا عجبكم الفيديو كومونتير زوين كنقرا كاع لي كومونتيرات ما تنساوش تجوزوا انستغرام كنبغيكم بزاف بيس الله وسلامه نتلاقاو في الفيديو الجاي.